بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نحتاج دائما إلى أن نرجع إلى التاريخ، لأنه يمثل صورة للواقع، لا سيما ما كان من تاريخ وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وكيف كان نصر الله لهم، وكيف كان تأييده لهم، وما هي أسباب ذلك النصر وهذا التأييد، وكيف كان مكر الأعداء، لكي نكتشف أن مكر الأعداء هو هو، ولكن الذي اختلف هو المسلمون ومدى اعتصامهم بالله عز وجل ومدى تمسكهم بدين الله تبارك وتعالى. عندما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان لليهود فيها شأن، عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة ما زال المنافقون والعلمانيون يدندنون حولها ويحاولون أن يصورونها أنها تجيز لكل أحد أن يعاهد الكفار بشروط مجحفة تتضمن ترك دين الله تبارك وتعالى، تتضمن ترك بيان الحق وتوضيحه. وفي واقع الأمر، فإن معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود لم تمنع من أن يكون القرآن المدني أكثر معالجة بمراحل متعددة من القرآن المكي، لقضايا شرك أهل الكتاب وظلمهم وتحريفهم لكتبهم وبيان ما عندهم من باطل. فإن الله عز وجل بعث رسوله صلى الله عليه وسلم ليدعو إلى هذا الدين، لينشر ذلك الحق، وليس لكي يعاهد هذا ويسالم ذاك، وكأن الوسيلة تحولت إلى غاية. إن الغاية من بعثة الرسل ثم الغاية التي ينبغي أن يصبوا إليها أتباعهم من بعدهم هي أن ينشروا هذا الحق وأن يقيموا الحجة على العالمين، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة معاهدة تتضمن بعض النقاط، ليس منها أن يسكت عن باطلهم أو أن يرضى بكفرهم، بل إنها رسخت أنهم أمة يعاملون المسلمين أوسهم وخزرجهم، بل ومهاجريهم وأنصارهم، بل ومن يلحق بهم من جميع البلاد، على أنهم أمة يسوسهم رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم. وكان هذا بداية لتأكيد معنى أن أمة الإسلام أمة رابطتها الإيمان، ليست رابطتها العصبية ولا الجنس ولا اللون ولا غير ذلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوفى الناس عهدا،
وهكذا ينبغي أن تكون أمته. لا يشرع لأحد من المسلمين أن ينقض عهدا عاهده مع كافر أيا كان نوعه وأيا كان دينه، فإن دين الله تبارك وتعالى يأمر بالوفاء بالعهد والوفاء بالعقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوفى الناس عهدا، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وهذا أبو سفيان رضي الله عنه، وكان آنذاك مشركا لما قدم على هرقل وأراد أن يستعلمه عن خبر النبي صلى الله عليه وسلم وينظر في أمارات النبوة هل هي منطبقة عليه أم لا، فكان مما سأله هل يغدر. يقول أبو سفيان: وكان آنذاك كافرا، فلم أجد إلا أن أقول له إنه لا يغدر، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. أقصى ما استطاع أن يدخله أن يشير إلى أنه ربما يغدر في المستقبل، ولم يغدر صلى الله عليه وسلم. وإنما غدرت قريش بعد ذلك، وهكذا لم يغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهود المدينة، ولكنهم هم الذين غدروا. ولكن هذه المعاهدة لم تضر المسلمين شيئا، طالما أنهم كانوا يعلمون أن أعداء الله عز وجل على اختلاف ملالهم شيمتهم الغدر، حتى وإن كانوا يوفون بالعقود فيما بينهم وبين أنفسهم، وهذه ليست شيمة اليهود أصلا، ولكن حتى الأقوام الذين من شيمتهم الوفاء بالعهد كالعرب غدروا في عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان الذي أدخلهم إلى الكفر ليس ببعيد عليه أن يدخلهم في نقض العهد. فإذا عاهد المسلمون عهدا ولكن بقيت قلوبهم حية وبقيت عقائدهم واضحة جلية أنهم هم أمة التوحيد، أن دورهم في الحياة أن يدعوا إلى أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن يعلموا ما قاله الله عز وجل لهم وما علمهم إياه، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذا كان المسلم كذلك فلا يضره أن ينقض الآخر العهد، لأنه حينئذ سيكون لديه من الاستعداد وسيكون لدى الأمة من الاستعداد العقائدي والإيماني ما يستطيعون به أن يواجهوا هؤلاء الناقضين لعهودهم. وإنما يكون المسلمون قد استفادوا من فترة عهدهم في إعداد العدة الإيمانية وإعداد العدة البدنية. هذه هي العهود التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي مرات النقد التي نقد فيها كافة أنواع المشركين عهودهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإنه عبر التاريخ عقد المسلمون عقودا وعاهدوا معاهدات، وفي كل مرة ينقض الأعداء. ولكن هل كان المسلمون وهم يعقدون المعاهدة يلتزمون فيها بشروط المعاهدة الموجودة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ومن أبرز ذلك ألا تتطرق المعاهدة إطلاقا لأي نوع من أنواع التطبيع العقائدي أو السكوت عن باطل أهل الباطل، وأن يبقى التربية الإيمانية العقائدية لأبناء المسلمين قائمة حتى يعرفوا عدوهم الحقيقي أنه كل من لم يؤمن بالله عز وجل ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فهو عدو، وإن كان بيننا وبينه هدنة وإن كان بيننا وبينه معاهدة. فالعداوة هي عداوة قلبية في الأساس. كان المسلمون يربون على هذا الأمر، والمعاهدة قائمة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهود. فإذا غدروا وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله من الرجال المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه ممن يمتلئ قلبهم بحب الجهاد ويمتلئ قلبهم بحب الإيمان ويمتلئ قلبهم بكره أعداء الله تبارك وتعالى، حجزت المعاهدات بينهم وبين أن يحاربوهم أو يقاتلوهم. فإذا نقض الآخرون العهد قاموا إليهم قومة رجل واحد. هذا ما حدث مع اليهود في عدة مرات، كان من أبرزها تلك المرة التي حاولوا فيها قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الواقعة التي عرفت بغزوة بني النضير. ذهب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يطالبهم بتنفيذ جزء من المعاهدة،
التي بينهم وبينه صلى الله عليه وسلم، وهي أن يتعاونوا معه في سداد ديات القتل الذين يقتلون خطأ. وكان رجل من المسلمين قد قتل رجلين من قبيلة من قبائل العرب خطأ، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع لهم الدية، فذهب إلى يهود بني النضير يستعينهم على أداء الدية، فاستقبلوه استقبالا حافلا وبشوا في وجهه أيما بشاشة، لأنهم في ذلك الوقت لم يكونوا يستطيعون أن يفعلوا غير ذلك، ثم أجلسوه في مكان من بيت كبيرهم. ثم ذهب ذلك الرجل، وهذا المكر هو صفة فيهم لا تكاد تتخلى عنهم. لم يكن الأمر ها هنا وليد مؤامرة رتبت بليل، ولكنهم هذه طبيعتهم، متى وجدوا الفرصة سانحة فالفكرة دائما مواتية، وشيطانهم دائما حاضر بأفكار الغدر والمكر. فما إن وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءهم إلا وعملت الفكرة في رأس كبيرهم أن الفرصة سانحة لكي يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه إلى جانب جدار من البيت وقالوا: نعم يا أبا القاسم، نعينك على ما طلبت، ولكن اجلس نطعمك ونكرمك. وأجلسوه إلى جدار من البيت، ثم ذهب إلى أحدهم وقال له: اعمد إلى أكبر رحى عندك فألقه عليه نتخلص من شره. واليهود قوم أصيبوا بداء النسيان، وهم يكذبون على الله تبارك وتعالى ثم يصدقون الكذبة. هل كانوا يؤمنون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله؟ نعم كانوا يعرفون ذلك، كما كانوا يعرفون أن موسى عليه السلام رسول من عند الله، وكما كانوا يعرفون أن عيسى عليه السلام رسول من عند الله، وكما كانوا يعرفون أن يحيى وزكريا عليهما السلام رسولان من عند الله. ولكنهم ماذا كان شأنهم مع هؤلاء الرسل؟ كان هناك فريقا يكذبون وفريقا يقتلون، هذه طريقتهم، وهم دائما ما يمنون أنفسهم أنهم أبناء الله وأحباؤه، فلن يعذبهم وإن قتلوا رسله، ولن يعذبهم وإن كذبوا رسله، فهم يعرفون أنه رسول من عند الله تبارك وتعالى، ولكنهم يمنون أنفسهم أن يقتلوه ويخلصوا أنفسهم من شره، وهم في النهاية لديهم الوعد المكذوب الذي كذبه عليهم أحبارهم منذ زمن قديم أنه لن تمسهم النار إلا أياما معدودة. حاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل جبريل عليه السلام يعلمه بالمؤامرة، فذهب فانصرف مسرعا وضاعت عليهم المؤامرة بفضل الله تبارك وتعالى. والله عز وجل عصم رسوله صلى الله عليه وسلم من الناس، عصمه من أن يقتله أحد وأن يموت أصلا قبل أن يؤدي ويبلغ رسالة الله تبارك وتعالى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص، حتى أخبره الله عز وجل: والله يعصمك من الناس، فما كانت له حراسة. وكانت العصمة تأتي بالوحي من السماء من عند الله تبارك وتعالى، أو بمنع من أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، وكان هاهنا الغدر من اليهود الذي يستوجب أن يتركوا المدينة وفق معاهدتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسل إليهم رجلا من الأوس، ومحمد بن مسلمة رضي الله عنه، وكان بين بني النضير وبين الأوس حلف في الجاهلية، فذهب إليهم وقال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم بأن تتركوا المدينة، وقد أمهلكم 10 أيام بغدركم وبما حاولتم من قتله. فقالوا له: ما ظننا أن رجلا من الأوس يأتينا بمثل ما أتيتنا به، ما زالوا يطمعون أنه قد يوجد لدى المسلمين نوع من العصبية الجاهلية، يتذكرون حلف كان في الجاهلية، ويتذكرون إمداد بالسلاح كان اليهود يمدون به الأوس في مواجهة بني عمومتهم من الخزرج. هذه طريقة اليهود في كل مكان، يثيرون العداوات
ثم يكتسبون الصداقات عن طريق الإمدادات التي يعطونها للخصوم، يمدون هذا ويمدون ذاك ويقولون أنهم أصدقاء لهذا وأصدقاء لذاك. قالوا: ما ظننا أن رجلا من الأوس يأتينا بمثل ما أتيت به. فقال لهم: إن الإسلام قد غير القلوب، إن الإسلام قد غير القلوب، لم تعد تلك القلوب تفي بمثل هذه الصدقات الجاهلية أو الأحلاف الجاهلية، وإنما صار الولاء لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا: نعم نفعل. كان بنو النضير لديهم من الأموال ما لديهم، حتى قيل أن كبيرهم يوم أن غادر المدينة ملأ جلد ثور بالذهب وأخذه معه، كانت هذه أمواله. كان لهم من السلاح ما لهم، وكان لهم من القلاع ما لهم، يتحصنون بها، وهذا وفق المعايير العسكرية لذلك الزمان خاصة، قوة عسكرية لا تقهر. إذا كان لدى فريق ما حصون مشيدة تمنع العدو أن يدخل عليه قريته أو بلدته، ولديه من الزروع والثمار التي تجعله يستمر لفترات طويلة لا يمكن أن يحاصر بها، ومعه السلاح بل هو صانعه، هذه قوة لا تقهر. ولكن الله تبارك وتعالى هو مالك الكون، أتاهم من حيث لم يحتسبوا، قذف الله في قلوبهم الرعب. هذه قضية لا تقف أمامها قوة عسكرية قديمة ولا حديثة، لا ليس لها علاقة بتلك الحسابات المادية. سلموا من كلمة يأتيهم رجل واحد لكي يخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تفارقوه فقد نقضتم عهده. يقولون: نعم نفعل. هذا هو شأنهم، وهذه هي حقيقتهم، وهذا هو مقدارهم الحقيقي. إن الكفار عموما واليهود خصوصا أشبه بمن له جسم أسد وقلب فأر. هذا القلب المضطرب إنما يأتي من الشرك بالله تبارك وتعالى، فمن كان هذا شأنه أخافه الله عز وجل وقذف في قلبه الرعب، شريطة أن يكون المسلمون يستعينون بالله ويتوكلون على الله ويسألون الله عز وجل أن يمدهم بذلك السلاح. فإذا كان المسلمون لا يطلبون ذلك السلاح ولا يطلبونه من الله عز وجل، فأنى ينصرون به؟ ومتى ينزل على أعدائهم رجل واحد من المسلمين يقول لهم: فارقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمامكم 10 أيام. وفي بعض الروايات قال 3. قالوا: نعم نفعل. فلما وجد عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين أن اليهود قد سلموا بهذه السهولة، خشى على نفسه الدوائر، وهذا هو الحلف القذر عبر التاريخ بين المشركين والكفار الصرحاء وبين المنافقين. هم إخوان بعضهم بعضا، يستعين بعضهم ببعض ويستمتع بعضهم ببعض. خشى المنافقون من أنه متى خرج اليهود لا سيما يهود بني النضير من المدينة فإنهم سوف يفقدون هذا الظهر. فأرسل إليهم عبد الله بن أبي بن سلول يرغبهم في الثبات ويعدهم بأنه لو قرر المسلمون، لو أنهم عصوا ورفضوا الخروج وقرر المسلمون قتالهم، فسوف يكون معهم بما معه من أتباعه وحلفائه في المدينة وفي خارجها. فدارت الفكرة في رأس حيي بن أخطب، فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إننا لن نخرج، وانظروا ما أنتم فاعلون. فجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكبر المسلمون تكبيرة واحدة لما جاءهم الخبر. الله أكبر، غدرت يهود. الله أكبر، حاربت يهود. هذه التربية الإيمانية الجهادية التي لا تأمر صاحبها أن يغدر ولا أن يقاتل أو أن يقتل معاهدا ولا مستأمنا،
ولكنها في ذات الوقت تبقي قلبه مشتعلا حبا للجهاد وحبا لنصر دين الله تبارك وتعالى. لم يرتعدوا لما غدرت يهود، بل وجدوا أن الفرصة الآن سانحة لكي يطلبوا ذروة سنام الإسلام، لكي يطبقوا ما ربوا عليه من أنه من أن أفضل أعمالهم أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. كبروا تكبيرة واحدة، الله أكبر، غدرت يهود، الله أكبر، حاربت يهود. هذه هي التربية التي فقدتها الأمة، ومن ثم لم يعد أعداؤها يكترثون بأن يغدروا متى شاءوا وأن ينقضوا متى شاءوا وأن يفعلوا ما يشاءون. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يتجهزوا للغزو وأن يذهبوا إلى ديار بني قريظة، وما إن سار إليهم المسلمون، وأن يسيروا إلى ديار بني النضير، وما إن سار إليهم المسلمون حتى عاد الله عز وجل وقذف في قلوبهم رعبا أشد من الرعب الذي قذفه فيهم يوم أن جاءهم محمد بن مسلمة يأمرهم ويبلغهم وهو رجل واحد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يغادروا، فقالوا نعم. تشجعوا بعض الشجاعة لما وعدهم عبد الله بن أبي بن سلول بما وعدهم، ثم ذهبت عنهم تلك وانقلبت بأشد ما يكون من الخوف والرعب والجبن، فلم يقاتلوا، تحصنوا قليلا في حصونهم، معهم السلاح ومعهم الرجال ولم يخرجوا وإنما تحصنوا. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤلمهم، وهو يعرف أنهم كما أخبره ربه عز وجل ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، فحرق لهم نخلهم، وهذا مما يجوز في الجهاد إذا كان لمصلحة القتال، إذا اقتضته المصلحة. فأرسلوا إليه وقالوا له يا محمد لقد كنت تنهى عن الفساد، فما بالك تحرق النخل. الآن يعرفون دين محمد صلى الله عليه وسلم ويعرفون أنه ينهى عن الفساد، فإذا كان فهم من أدرى الناس بهذا الدين عبر التاريخ، يدرسونه ليعرفوا مدى تطبيق المسلمين له وليحرفوا المسلمين عنه. قالوا يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد، فما بالك تحرق النخل، ودين الله عز وجل ينهى عن الفساد، وأعظم الفساد وجود هؤلاء الكفار، لا سيما إذا كانوا غادرين بعهودهم ناكثين بها لا يؤمن لوجودهم، فإن اقتضت حربهم أن يتلف النخل فقد أتلفه لهم صلى الله عليه وسلم، حتى اضطروا إلى التسليم، وحتى اضطروا إلى أن يرضوا بأن يغادروا وأن يجلوا عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقضى لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحملوا معهم المال والسلاح وكل ما حملته الإبل، فكان الواحد منهم يأتي إلى داره التي شيدها فيهدمها حتى يأخذ عتبة بابها، فكانوا يخربون بيوتهم بأيديهم، وهذا من شدة حرصهم كانوا يفعلون هذا، مع أن الإنسان الحر الأبي لعله لا يحتمل أن يهدم بيتا بناه بيده ليأخذ منه شيئا حقيرا كهذا. وأنزل الله عز وجل في ذلك قرآنا يربي الأمة ويعلمها، لتتعلم الأمة عبر الأجيال، فمن لم يلجأ إلى كتاب الله ولم يتعلم ما فيه فلا يلومن إلا نفسه. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هكذا كان مفتتح تلك السورة التي تحكي تلك الواقعة،
تنزيه الله عز وجل عن كل نقص، وأنه يسبح له الكون كله، وهو عزيز لا يغالب، حكيم فيما يشرعه، حكيم فيما يقدره. فإن كان قد شرع للمسلمين المعاهدة مع المشركين ففيها من الحكم أن المسلمين يستفيدون بها متى كانت موضوعة في موضوعها وفي سياقها، فإن المسلمين يستفيدون منها بالاستعداد وتقوية أنفسهم في إيمانهم وفي أبدانهم وفي قواتهم. وإذا قدر أن ينكث المشركون عهدهم فهو قدر ينصر الله به المؤمنين. وإذا نظرت إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجدت أنه لم ينقض عهدا قط، ولكن كلما كان العهد قد وفى غرضه وصار المسلمون وصار هذا العهد فيه قدر من تكبير المسلمين، كان الله عز وجل يقدر أن يكون النقد هو الذي يخرج من هؤلاء فينقضونهم، ثم يكون ذلك النقد وبالا عليهم. حدث هذا مع اليهود في قائمة مواجهات طويلة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، انتهت بعد ذلك بإجلائهم عن خيبر. وحدث هذا مع مشركي قريش الذين عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة ثم لم يصبروا أن نقضوا هم العهد في التوقيت الذي كان تحتاجه الدعوة الإسلامية لكي تنتشر. فكان الله تبارك وتعالى يقدر أنهم هم الذين ينقضون. هو عزيز حكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. انتبه، هذه قاعدة، هذه قضية يراد بها الآن أن تحذف من كل شيء، من مناهج التعليم ومن كل ما يمكن أن يصل إلى أذان المسلمين. يراد للمسلمين أن يسموا الآخر، أن يسموا المشركين بالآخر وليس بلفظ المشركين. ولما كانوا آخر؟ لما كنا نحن نحن ولما كانوا هم شيء آخر ليس هو الإيمان والكفر؟ فبعد قليل ماذا سيكون؟ سوف يتصور الناس أنه إنما اجتمعوا على عصبية أو على قومية، وسوف يجد الناس أن الآخر هو أكثر تقدما في صناعاته وزراعاته وعلومه ونظم حياته، فلماذا لا نكون نحن ضمن ذلك الآخر؟ لماذا لا نكون جزءا منه طالما أننا استبعدنا الإيمان والكفر؟ الآن يدندنون ويدفعون الأموال الطائلة لجهات كثيرة لكي يلغى وصف الكفر ممن لا يدين بدين الإسلام، ونحن لا نملك أن نغير في الدين شيئا. وصفهم الله عز وجل بالكفر والشرك، فكيف يمكن لنا أن نغير ذلك الوصف؟ نعم، هم آخرين، ليسوا منا، لأننا نحن المسلمون وليس نحن العرب. نحن المسلمون عربا كنا أو عجما، نؤمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وكل من لا يؤمن بذلك فهو كافر ومشرك. وإن تعددت أنواع الشرك، وإن كان أهون أهل الشرك شركا وكفرا هم أهل الكتاب، والشر فيه تفاضل كما أن الخير فيه تفاضل. فإذا قيل أن أهل الكتاب أقل كفرا من غيرهم فهذا لا ينفي عنهم وصف الكفر والشرك، فضلا أن يكون المطلوب الآن ألا تجرح شعور حتى البوذي ولا عبدة البقر ولا غيرهم تسميه الآخر. ولماذا كان آخرا؟ وما هو وصفه عندك؟ وما تقييم منهجه؟ وهل منهجه هذا مما كما يختار الناس الأندية التي يشجعونها فيقول هذا يشجع ذلك النادي وهذا يشجع ذلك النادي الآخر؟ القضية تبدو وكأن الناس يريدون أن يجعلوا الأديان أقرب ما تكون إلى هذا اللهو والعبث. إذا كنت قد اخترت ناديا تشجعه والآخر قد اختار ناديا آخر فلا تتعصب ولا تنكر عليه، وهذا الباب جدير بأن يرمى كله، ولكنهم يريدون أن يجعلوا الدين مثل ذلك.
يجعلوه يريدون أن يجعلونه هينا على المسلمين، ربما أهون من لهو يشجعونه أو يشاهدونه. هذا الآخر كافر بدين الله تبارك وتعالى، نفي معه بما أمر الله به من العدل والإحسان، إن كان من عهد أو معاهدة أو أمان أو غيره، فهذا كله مما يجب أن يوفى به. وأما أن يكون هناك تبديل للعقائد فإن كتاب الله تبارك وتعالى من أوله إلى آخره، وفي ظل قيام المعاهدات مع الكفار، وفي ظل وفائهم بها، وفي ظل نقضهم لها، وفي جميع الأحوال كان وصفهم أنهم الذين كفروا. فإن كانوا من مشركي قريش أو غيرهم فهم من الذين كفروا وفقط، وأما من كانوا من اليهود أو النصارى فهم الذين كفروا من أهل الكتاب. وانظر، الله عز وجل هو الذي أخرجهم. نحن نحكي الآن قصة طويلة، أنهم غدروا وهموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه طلب منهم الخروج فوافقوا ابتداء ثم تراجعوا ثم كل ذلك أسباب يقدرها الله تبارك وتعالى، وهو مالك الأسباب، فهو الذي أخرجهم، وهو الذي خلى بينهم وبين أنفسهم فنقضوا العهد ابتداء، ثم هو الذي ألقى في قلوبهم الرعب رغم ما يملكون من سلاح وعتاد وقوة، والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. إذن هناك حشر آخر وقد كان. نزلت هذه الآيات يوم نزلت لما أجلي يهود بني النضير عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقعت بعدها واقعة بنو قريظة الذين قتل مقاتلتهم، وإنما وأسر نساؤهم وأطفالهم، ثم بعد ذلك كان الجلاء الأكبر جلاء اليهود عن خيبر. وكان تركيز اليهود في جزيرة العرب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خيبر، وكانت المعاهدة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يهود المدينة، غادرت يهود بني قينقاع فرحلوا إلى خيبر، غادرت يهود بني النضير فرحلوا إلى خيبر، فر من فر من يهود بني قريظة فرحلوا إلى خيبر، حتى صارت خيبر هي معقل اليهود في جزيرة العرب. أخبر الله عز وجل أن هذا هو الحشر الأول لإخراج اليهود من جزيرة العرب، قال لأول الحشر فلا بد أن له ثان، وجاء الحشر الثاني بفضل الله تبارك وتعالى بعده بسنوات، حينما أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خيبر، والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا. الحسابات المادية تقول لن يسلموا ولن يستسلموا، معهم السلاح والقلاع، ما ظننتم أن يخرجوا. هذه الحسابات المادية التي يحسبها كل مسلم وكافر، فما ظن المسلمون أن يخرج هؤلاء، وأما اليهود وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله شيء، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله ليس من المسلمين، إنما الله تبارك وتعالى ينصر جنده. أين جند الله لكي ينصرهم؟ هذه القضية. ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، لأنهم يعلمون أن المسلمين هم جند الله، هذا من سوء ظنهم بالله تبارك وتعالى. ماذا تجدي الحصون لو قذف الله عز وجل الرعب؟ وانظر إلى هذه الكلمة قذف، توحي لك بأن الرعب شيء يلقيه الله عز وجل من عنده، لا نراه نحن بأعيننا، ولكنه يلقى إلقاء فيجعل القلب مضطربا لا يسكن بعده أبدا، بينما ينزل الله عز وجل السكينة على قلوب المؤمنين. فالرعب من عنده والسكينة من عنده، يلقى الرعب إلقاء
في قلوب أعداء الله تبارك وتعالى، وتنزل السكينة نزولا مطمئنا يزيد القلب رسوخا واستقرارا على قلوب المؤمنين. ولكن مرة ثانية وثالثة، أين تلك القلوب التي تربى على الإيمان بالله عز وجل وعلى الثقة فيما عنده؟ ألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب، يقول: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذه القضية، فهل من معتبر؟ والتاريخ يعيد نفسه كما يقولون، والسنن الكونية هي هي، والمواجهة هي هي. ينزل الله عز وجل السكينة على قلوب المؤمنين ويلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فمن استشعر مواجهات ونقد وكيد من المشركين ويعلم أن معهم حصون وأسلحة لا تطيق مواجهتها حصون المسلمين وأسلحتهم، فليسأل الله تبارك وتعالى، فهو الذي أخرج هؤلاء الكفار من ديارهم، وهو الذي ألقى في قلوبهم الرعب، وهو الذي ينزل في قلوب المؤمنين السكينة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين، وأن ينزل علينا سكينة من عنده، وأن ينصرنا على أعدائنا وأعدائه. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فإن الأمة في حاجة ماسة أن تعود إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وأن تعود إلى دراسة السنن الكونية والشرعية حتى تخرج من تلك الحالة التي وضعت نفسها فيها بنفسها، وحتى تخرج من هذا الوضع الذي يحاول فيه أعداؤها أن يحكموا القبضة عليها شيئا فشيئا. فإن أعداء الأمة لم يكتفوا فقط بأن يسيطروا على مقدرات الدنيا وعلى الاقتصاد والثروات وعلى الإعلام وعلى غير ذلك، هم يريدون أن يقتلوا الأمة قتلا بطيئا، يريدون أن يخوضوا معركة بغير سلاح. ولا تظنن أن القضية تخص اليهود وحدهم، بل لو نظرت نظرة ثاقبة جيدة لوجدت أن اليهود ما هم إلا آلة من آلات الحرب الغربية على بلاد المسلمين. جاء الغرب في يوم من الأيام بأسلحته وجيوشه وعتاده واحتل بلاد المسلمين، وكان غرضه الأساسي أن يقتل دين الله تبارك وتعالى، وأن يقضي كما قال قائلهم أن يقضوا على القرآن والكعبة. وكان هناك غرض آخر لا يقل أهمية عنه، لأنهم قوم يحبون الحياة الدنيا، كانوا يريدون نهب الثروات التي هم في حاجة إليها، والتي في نهبها إضعاف للمسلمين من جهة أخرى. فكانت الفاتورة باهظة مما قامت من حركات الجهاد التي يسمونها بالمقاومة في جميع بلاد المسلمين، فقرروا أن يعودوا مرة ثانية إلى ديارهم، ولكنهم خلفوا خلفهم تلك الدولة اللقيطة. نعم، اليهود أشد مكرا منهم، وكلاهما أمكر من الآخر، والتقت رغباتهم كما يقولون، فاليهود يبحثون عن أرض يعيشون فيها، والغرب يبحث عن مسمار يدقه يقطع به أوصال الدول الإسلامية حتى لا تعود مرة ثانية فتجتمع تحت راية الخلاف، ويريد أن توجد قوة عسكرية مشاغبة تشاغب جميع من حولها وتستنزف جهودهم، ويريدون لهذه الدولة أن تكون نائبة عنهم في تصدير التوتر إلى جميع جيرانها، ناهيك عن تصدير الفساد والانحلال وتصدير الإلحاد والتنصير وتصدير الانحراف الجنسي والمواقع الإباحية. وكل هذا معلوم لمن تدبر ونظر ولو نظرة ليست متعمقة.
وهذه الدراسات تؤكد أن معظم المواقع الإباحية المجانية هي مدارة بطريقة أو بأخرى بواسطة الموساد الإسرائيلي أو غيره. هؤلاء يقومون بدورهم، هم رأس الحربة في الحرب الصليبية الجديدة على الإسلام. إذن فالحلف قائم بين اليهود والصليبيين على حرب المسلمين، ومع ذلك فنحن نقدم خدمات مجانية فضلا على أنها مخالفة لدين الله تبارك وتعالى. أيما مخالفة، نحن نريد أن نحذف مما نعلمه لأبنائنا أن هناك شيء اسمه الجهاد، نريد أن نحذف مما نعلمه لأبنائنا أن الإسلام حق وما عداه باطل، نريد أن نحذف مما نعلمه لأبنائنا ما يتميز به الإسلام من أنواع التشريعات وأنواع الأحكام التي تجعله متميزا غاية التميز عن غيره. يراد في النهاية أن يقال أن جميع الأديان تدعو إلى الأخلاق وتدعو إلى السلام والمحبة، وأين هذا السلام وأين تلك المحبة؟ كذب في كذب، ولو كان صحيحا لما وجب ولما صح أن يقبل مع مخالفته لدين الله تبارك وتعالى. والعجيب أن هذه القاطرة تمضي، بل وينضم إليها من ينتسبون إلى العلم الشرعي ومن يرجع إليهم الناس في أمور الفتية في ذات الوقت الذي يبدأ الأعداء فيه سلسلة من حرب جديدة يسمونها حرب المياه. يذهبون إلى بلاد تسقط فيها الأمطار طوال العام فتتحول أراضيها كلها إلى مستنقعات مياه، لا يدرون كيف يرفعونها ولا ماذا يصنعون بها، وتذهب كمية من هذه المياه إلى مجرى النيل حتى تأتي إلى مصر والسودان. فعندهم من المياه المختزنة في الأحواض المليئة بالأراضي الشاسعة ما لا يعرفون كيف يتصرفون فيه، ومع ذلك يريدون أن يعدلوا اتفاقات وأن يمنعوا سريان المياه وأن يصنعوا سدودا. والبعض يقول نلمح أياد خفية لدول أخرى في الموضوع. الأياد ليست خفية، الأياد ظاهرة تمام الظهور، ومن لا يريد أن يراها فهو وشأنه. وليست هذه الأياد ظاهرة من اليوم ولا من عام ولا من عشرة أعوام ولا من قبل أن توجد تلك الدولة أصلا. لمن يرجع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم سوف يعلم أن تلك الأياد ظاهرة بخبر الله تبارك وتعالى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. من يرجع إلى الكتاب والسنة لم يكن في حاجة إلى أن يرى تلك الآيات، ولكن من لم يرجع فهل اتعظ لما ظهرت تلك الآيات في العلن؟ ولما كان الأمر الآن ليست القضية حربا عسكرية، هم يريدون نصرا بلا حرب كما يقولون، يريدون أن يجيعوا المسلمين ويعطشونهم ويقتلونهم هكذا كقتل النعاج. ونحن لا نأخذ حتى الخطوات العملية التي تحرك القلوب تغير هذا الخطاب الإعلامي العفن الذي ما فتأ يقول للناس أنهم عليهم أن ينسوا مصطلحات الجهاد ويستبدلونها بالمقاومة، ثم ينسوا مصطلح المقاومة، ثم إلى أن يكون المسلمين وحدهم هم المغيبين الذين يتحدثون عن سلام عالمي لا وجود له على أرض الواقع، مع أن دينهم يأمرهم أن القضية ليست قضية أرض ولا قضية ماء ولا قضية كذا قبل أن تكون قضية عقيدة، وأنه حتى إن كان هناك معاهدة مع غيره من الكفار فيبقى أن يكون القلب دائما ينظر إلى هذا الباطل على أنه باطل، ويبين للناس جميعا من المسلمين ومن غير المسلمين، لأنه من خيانة الأمانة ألا تبلغ هؤلاء الذين يعيشون في الباطل أنهم على باطل. المسلم صاحب رسالة، هذه الآلاف المؤلفة التي تدخل الإسلام كل يوم في أوروبا وأمريكا لو أنه لم يجد بصيصة دعوة وجدت في مراكز إسلامية محدودة الأثر في هذه البلاد كيف كانوا سيعرفون أنهم على باطل؟ كيف كان سيخرجون من الضلال إلى النور؟ كيف كانوا سينقذون من النار إلى الجنة؟ المسلمون أصحاب رسالة،
لا ينبغي عليهم أن يسكتوا عنها. وحتى هؤلاء الذين رضوا أن يتركوا رسالتهم نقول لهم لن يترككم أعداءكم، طالما أنكم اسمكم مسلمين، وإن تركتم الحكم بما أنزل الله، وإن تركتم تشريعات الإسلام، وإن أثنيتم على أعداء الله تبارك وتعالى، طالما بقي لكم اسم الإسلام فلن يرضى أعداءكم إلا بأن تجوعوا وتعروا وتعطشوا. فلا بد للأمة أن تعي ذلك جيدا، والقضية قضية قلوب قبل أن تكون قضية أبدان أو قضية عدة أو قضية غيرها. فعلى الأقل يمتلك الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، ويمتلك كل أحد في محيطه، أن يغير القلوب حتى تكون مستعدة لكل ما يمكن أن تثفر عنه الأيام القادمة. فالأيام حبالة يردن كل عجيبة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصم بلاد المسلمين من كيد الأعداء الماكرين. اللهم عصمنا من كيدهم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام أعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام أعز المسلمين. أدمر اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.